لم يكن صعباً على عسكريين متقاعدين غاضبين أن يرفعوا الحاجز الحديدي بينهم وبين البرلمان اللبناني، فكانت المواجهة بين عسكر متقاعد وعسكر في الخدمة الفعلية. تمكن المتقاعدون في لحظة غير مسبوقة من اقتحام الباحة الداخلية للبرلمان، أرادوا إسماع صوتهم للمجلس النيابي المنعقد في جلسة الموازنة العامة اعتراضاً على إغفال جزء كبير من حقوقهم. ما بدنا زيادة على الرواتب، وقفوا التهريب، بدكم مصاري؟ عم تسألوا من مش شغلتي أنا دبركم ما في مصاري، ليش أنتم ما بتعرفوا أن الدولة عندها مصاري؟ الدولة عندها أملاك، الدولة عندها الأملاك البحرية والنهرية يلي بأرخص الأثمان عم ياخذوها، في الإيرادات موجودة، تفضلوا فتشوا هونيك، مش على ديوب الناس، هودي ناس فين يدفعوا ضريبة؟ هذا اللي ما عم بيقدر يكفي معاشه ثلاث أيام وعليه دين عند الفران حق خبز، هذا فين يدفع ضريبة؟ ما جينا لهون تنعمل عرضات، جينا لهون إنه في حقوق للقطاع العام وحقوق للعسكر اللي كان بالخدمة الفعلية ولا متقاعد، حقوق لكل موظفين الدولة. جينا لهون تيكرروا، مش جينا لهون تنعمل عرض. تعديلات عدة تم إدخالها على الموازنة تجاوباً مع مطالب المتقاعدين الذين بقوا على حذرهم لعدم ثقتهم بسلطة قد تتهرب من تنفيذ القوانين. للمرة الأولى يتم اقتحام هذا الحاجز الذي بقي طيلة أحداث أكتوبر عصياً على المحتجين، وهو ما يعكس تزايد الاحتقان من سلطة امتهنت عدم إقرار الحلول. الموازنة التي أقرت بأكثرية 63 صوتاً ومعارضة 37 وامتناع 6 لم تأتي بحلول، فقط احتوت على تحفيزات للقطاع العام تمثلت بزيادة ضعفين لرواتب المدنيين والعسكريين، فضلاً عن احتساب الدولار الجمركي ب 15,000 ليرة لبنانية. أنا برأيي هذه الموازنة مركبة تركيب من وضحة المعالم، لا لناحية المداخيل ولا لناحية لا الإيرادات ولا المصروفات الجدية، لكن نحن بدنا نعترف أنه موجودين بظرف استثنائي، وهذه موازنة من أجل ظرف استثنائي. الحكومة وعدت بأن تكون موازنة العام المقبل هي الموازنة الإصلاحية التي ستلاقي خطة التعافي، علما بأن الوعد نفسه كان قد أطلق العام الماضي ولكنه لم ينفذ كما يجب. كلوديا أبي حنا، قناة الغد، بيروت.